يا صباح الفل. طبعا عشان تبقى عارف، يا بخت من بكاني بكى عليا وما ضحكنيش وضحك الناس عليا. انا كده هتكلم النهارده بمنتهى الوضوح والصراحه في الناس اللي هي جايه امريكا، ونتكلم بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحه قبل ما تيجي امريكا لازم تعمل ايه، وعشان تبقى فاهم يعني مفيش حد في امريكا هنا بيدي معلومه ببلاش، او بمعنى اصح ممكن يديك معلومه يخليك تخبط في الحيط، والمعلومه بفلوس. فانا اللي هقوله لك دوت من خبره حياه هنا في امريكا، سنين ودراسه في امريكا. فانا هجيب لك الخلاصه عشان ما تقعدش بقى كل شويه واحد يبعت لي ايميل ومش عارف ايه، وهاتني امريكا، طب جبني، طب اعمل لي. انا اشرح لك الدنيا من الف ليه واو نون كاف. شوف انت بقى الحروف الابجديه دي بالنسبه لك ايه. اشرح لك كل حاجه هنا في امريكا، الوضع في امريكا عامل ازاي لو انت جاي هنا مهاجر جديد عشان تعرف الحياه عامله ازاي. لو انت من نوع اللي هو اللي بينام معطيها كده نوم في حياته، يعني اللي هو يفضل طول الليل صاحي وينام لك 6-7 الصبح ويصحى لك 6-7 المغرب، والاسم هو بني ادم عايش بياكل ويشرب وينام وخلاص ومقضيها كده يعني في اي دولة قبل انت ما تيجي، فهنا الشغل من الساعة 9 الصبح للساعة 5، وفي ناس بتصحى 6 الصبح كل يوم 6 الصبح، ما عدا بقى اليومين اللي هو بياخدهم اجازة او يوم اجازة. فانت جاي للطحن، يعني تطحن لما يطلع عين اللي جابك من الصبح بالليل. وفي ناس بتشتغل شغلة واتنين عشان يقدر يكفي مصاريف الحياة، لان الحياة غالية، الحياة في امريكا غالية مش زي عندك. يعني انت لو قاعد مع بابا وماما واخت وتوت ونوت وستو وقاعدين مع بعض ويلا جبنة وبطيخ وبتاع وناكل مع بعض، هنا فيش الكلام دوت. الايجارات غالية، الايجار هنا عشان تاخد اوضة بحمام مش اقل من $1,000 $1,100. هتاخد لي بقى اوضتين وريسبشن وحمام هتخش لي في $1,500 $1,600 عشان تبقى فاهم قبل ما تيجي. اللي بتدفع الاول الايجار مع الديبوزيت مع شهر تأمين، يعني بتدفع انت 3 اشهر لاي ايجار هنا في امريكا. فمش يعني لازم تكون معاك في فلوس ولازم يكون في دخل عشان تعرف تعيش في امريكا. هتجيب بقى عربية وهتجيب حاجة على قدك، مثلا العربيات برضو يعني هتجيب حاجة مثلا ب5-6 عشان تمشي حالك في الايام ديت، وخصوصا لو انت في ولاية مثلا زي كاليفورنيا فلازم تجيب عربية عشان تمشي حالك. لو انت في نيويورك ممكن تاخد السابوي عبال برضو ما تمشي حالك كده وتقف على رجلك. فالحياة طحن، فانت جاي يا ريس للطحن مش جاي يعني تتدلع. مفيش هنا دلع عشان تبقى فاهم، مفيش دلع، مفيش حاجة اسمها دلع هنا في امريكا. انت جاي للتعب والشقة، فانت تقرر انت يا ابن الناس يا بنت الناس انت عايزة ايه. اقعدي كده مع ماما، اقعدي مع خالته، اقعدي مع ستو بالورقة والقلم، انت عايز ايه من امريكا. يبقى لازم تضع هدف، هدفك ايه قبل انت ما تيجي امريكا عشان ما تتخزوقش، ما تاخدش خبور يطلع من دماغك او يطلع من دماغك مع كده في ندم بقى، لان خلي بالك انت مش هتركب المعزة والجمل ده طيارة يا معلم، وتذكرة طيران ومعاك فلوس، ومعاك فلوس بالدولارات برضو مش بالعملة بتاعتك، والدولار دلوقتي بيعد. فانا بجيب لك الاخر عشان ما تتعبش، صريح معاك لبص الاقصى درجة، وبنزل لك عشان يعني تفهم الليلة هنا فيها ايه. لو انت في بلدك من النوع بتاع غاوي الصنف، يعني غاوي نسوان غاوي بنات وعمال تقضيها مع دي شوية وتاخدها في جنينة وتاخدها في حديقة، ومن النوع اللي هو بيروح الجامعة عشان يعني يعلق بنات وبتاع وغاوي شيبسي وياخدها ورا المدرج يتكلموا في كلام عبد الحليم حافظ ولبنى عبد العزيز
اقفل يا صلاح، لا اقفل انت يا مديحة، وفي الاخر خالص انت بتولع في نفسك. فلو انت من نوع دوت يا ريس، اللي انت بتشوفه في الميديا دوت والافلام غير الواقع تماما. ده الافلام ديت عشان يجيبوا فلوس، عشان يربحوا من وراك فلوس، ودول اساتذة يعملوا من وراك فلوس الافلام الامريكية. فانت لو من النوع دوت اقول لك خلي بالك من الستات هنا في امريكا، خلي بالك من الستات في امريكا. فلو انت من النوع دوت هنا انسى يا ريس، مفيش حد فضيلك، مفيش حد عنده وقت ليك، كله شغال وكله بيطحن عشان يعمل فلوس. فانت لو جاي بقى فاكر لي نفسك عمر الشريف رشدي اباظة الله يرحمهم، وهتيجي بقى الواد اللي هو يعني ما جابتوش ولادة عشان تمشي في الشارع تعلق وتخش ديسكوات و الكلام ده ما بياكلش هنا. بمعنى اصح برضو كل واحد بيدور على اللي زيه. يعني لو انت بتاع تعليم ويعني عندك هدف التعليم، اقول لك اهلا وسهلا، امريكا بتاع التعليم امريكا. بس خلي بالك لازم برضو تشتغل، هتشتغل وتدرس وكده انت حطيت نفسك يا ريس في مشكلة كبيرة، لان الدراسة هنا صعبة. عشان تاخد ديجري من امريكا هيطلع عينك وعين اللي جابك، مش سهلة. مش اللي هو نظام اخر الشهر كده وبتاعه واخش اجيب الماده واذاكر وبتاعه واروح عند محمود لولا يذاكر لي الماده واعمل لي برشامتين واخش الامتحان. انسى انسى ده موضوع يا ريس، ومذاكره وطحن و عشان تاخد ديجري من امريكا. فهتشتغل وتدرس، ودي سكه صعبه شويه عليك عشان تعمل كارير في امريكا وتبقى راجل محترم وتعمل لك انكم حلو ودخل حلو. فالطريق برضو مش سهل، بس عايز تحدي وإرادة منك. فانت لازم تقعد كده، انت عايز ايه، انت عايزة ايه، قبل ما تتخزوق عشان تفهم الليلة فيها ايه وتحط النقط فوق الحروف. الكلام ده محدش يقوله لك، بقولك وحياة شماء عندي، وحياة الواد عبد الفتاح عندي اللي بطلبه من ربنا، محدش هيقولك الكلام دوت. بفلوس، انت في دولة رأس مالية كابيتاليزم، كله رايز بالفلوس. مفيش هنا الأوانطة، لو انت بتاع عبد أوانطة ومحمود فهلوة وبتمشي كل حاجة بالفلوس، وامسك الشاي والقهوة والحلاوة والفيلم ده كله، مفيش الكلام ده هنا. مفيش هنا هتلاقي مثلا واحد واقف لك تخلص مصلحة هتديله قرشين مثلا ويفتح لك الدرج وتخلص. طب معلش مثلا مدام بتسلم عليك وبتقول لك تعالى بعد الظهر مثلا الساعه 5 كل معانا حته الكنافه، مفيش الكلام دوت. مفيش ده عشان ما تحطش نفسك في مشاكل، لان هنا اي حد ممكن يخش السجن لو خالفت القوانين. فخلي بالك لو انت شخصيه عبده فهلوه، محمود كمانجا، سوسو اللي هي الدلاله، مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده عشان ما تحطش نفسك في مشاكل بعد كده هتاخد خازوق يطلع من عينك، وبعد كده هيبقى فيها ترحيل. فانا بقول لك يا ابن الناس اللي فيها، عشان بفرش لك كل حاجه قبل ما تيجي. فايه شوف انت بقى عايز ايه، اقعد مع نفسك كده ومع المدام والاولاد وخالتك ام احمد واحسبها كده صح قبل ما تركب المعزه والجمل. وتشرفنا ان شاء الله باذن الله في الولايات المتحده الامريكيه. قبل ما تيجي امريكا لازم تقرا عن قوانين امريكا، لان قوانين امريكا مختلفة بطريقة كبيرة جدا عن الدول العربية او اي دولة اخرى. فلازم تثقف نفسك عن قوانين البلد، لازم تعرف ما ليك وما عليك. اقعد اقرأ اقعد اقرأ. ثم اللغة، لازم تقوي نفسك في اللغة. تاخد لك اي كورس بقى تحت السلم فوق السلم في وسط السلم، المهم تعرف انجليزي، بحيث لو انت جيت هنا ومعكش لغة هتتعب، تتعب جدا وهتاخد اشغال يعني انت مش قابلها. عشان ما تقوليش بقى اصل انا كنت رئيس مجلس اداره شركه لولا لبيع الحواجب، وجيت هنا بشتغل مثلا في ليكر ستور، اصل انا كنت مش عارف ايه محاسب في شركه ايه مولالو، عشان هنا نزلت واشتغل في جاز ستيشن. هتقبل اشغال طالما انت جديد في امريكا ولسه طازه، هتقبل اشغال اي حاجه اي حاجة. ما تقولش لا للشغل، عشان الشغل مش عيب، عشان تقف على رجلك. الحياة هنا صعبة، فهتقبل اي شغل عشان تقدر تعيش، عشان تقدر تتأقلم مع البلد، عشان تقدر
تفهم البلد، لان في كتير هنا خلي بالك عايشين في امريكا ومش فاهمين القوانين الامريكيه ولا فاهمين طبيعه امريكا ايه. فلازم تتهيئ او تتهيئي نفسيا ان انت هتاخدي اي شغل وتعيشي بيه لحد ما تقفي على رجلك وتاخدي شغل كويس. اللغه ثم اللغه ثم اللغه. امريكا من غير لغه هتتعب كتير جدا جدا جدا، زي ما ناس هنا عندنا في امريكا طارت منها اشغال وطارت منها وظايف بسبب اللغه، وقالت كده يا ريتنا كنا اتعلمنا كويس جدا قبل ما نيجي امريكا عشان ما نتزلش وما نتعبش في اشغال احنا اصلا مش قابلينها. خلي دايما في مسافات بينك وبين الناس اللي انت تعرفها هنا في امريكا، لانك انت ما تعرفوش كويس، خصوصا بين الجاليه العربيه. فلا تثق قوي ولا تقرب قوي، لان طبعا انت في غربه وطبعا المنافسه عاليه قوي. فخلي بالك في واحد هيحبك وفي كتير قوي هيكرهوك، لان هنا التطور والنمو سريع في الاشغال. فممكن اللي هو كان امبارح دوت بيحبك وصاحبك، ممكن لما تاخد شغلة كويسة هتلاقيه بيحقد عليك، واتقلبت الصداقة والزمالة الى كراهية وعداوة. فده موجود كتير قوي هنا خصوصا بين الجالية العربية. فخلي بالك بينك وبين اي حد، خلي فيه مسافات، لان مفيش علاقة دايمة ومفيش صداقة دايمة، لكن في لغة البيزنس في مصالح دايمة. فما تقربش قوي من اي حد، وخلي دايما كده في مسافة كده عشان الحياة تستمر. ودي طبعا خلي بالك من خبرة. لو انت من نوع اللي هو غاوي اهاوي، اهاوي عربية وغاوي سهر وغاوي ان انت مثلا تجيب مديحة تقعد جنبك وتشرب البزازة انت وهي والشيشة وبتاع، وهات يا محمود هنا قهوة للمدام وسحلب ومقضيها بقى مغات وعصير توت وعايش في قصة الحبيب، القهاوي هنا كلها بتقفل الساعة 2 بالليل. فمفيش قهوة هنا بتقعد للصبح 6 الصبح و7 الصبح وانت تقعد بقى وماسك الشيشة وبتاع وسهران، مفيش هنا الكلام دوت. والكلام ده ايه كمان، ده ممكن الويك اند، يعني مثلا ساتردي ساندي السبت والحد ممكن تلاقي الكلام دوت. جمعة بالليل مثلا على اساس ان الناس صاحية سبت وحد ممكن في قهاوي بتفتح للساعة 2، لكن كله بيقفل الساعة 10 بالليل لان كله بيشتغل. فالناس هنا خلي بالك بتنام بدري قوي، يعني 9 10 تلاقي كله نايم في السرير عشان يصحوا بدري قوي. فانت خلي بالك لازم تعرف انت اني نوع، النوع اللي مقضيها مراجيح مولد النبي، ولا من النوع اللي هو عايز يعمل حاجة في امريكا وجاي عايز يبقى حاجة او توصل لهدف معين، عايز تكسر الدنيا، عايز تبقى فوق. هنا سهل جدا تعمل كل دوت، لكن بيتوقف عليك انت، انت عايز ايه، انت عايز ايه. فلازم تبقى عارف انت عايز ايه. لو انت من نوع التايه وماشي في الحياة من غير هدف وجاي امريكا خلاص كده وتعيش وبتاع وتقضيها، هتاخد احلى كازوق في حياتك، لان هنا الفواتير عالية وفي شهر في قلب الشهر فانت مش هتلاحق. فطبعا ياما ناس كتير جات هنا ودخلت السجون. فانا بقول لك عشان خايف عليك يا ابن الناس، وعشان تبقى زي الفل تعيش زي الفل، وكمان الناس ما تضحكش عليك، لان اللي بيضحك لك في وشك دوت وبيعمل صاحبك لما يحصل لك مشكلة مش هيعرف امك. ده طبعا طبيعي جدا برضو قلة الاصل ديت على الكيف، فده معروف جدا يعني هنا يعني. الفيديو ده تعمل له شير وسبسكرايب لقناتي في اليوتيوب، القناتين، عشان تعمله شير والناس تعرف وتوصل لها المعلومة. ما تبقاش اناني ويلا نفسي وانا خلاص سمعت، لا، في ناس تانية محتاجة فعلا تسمع المعلومات ديت قبل الله يكرمك ما ياخد خبور وخازوق هنا في امريكا. فيعني راعوا الناس ديت عشان كمان انا اراعيك، ما انت مش هتعمل لي شير ولا تعمل لي سبسكرايب ولا انا كمان اعبرك، هستخدم لك بقى سياسة الامريكا هنا في التجاهل. فهتعمل لي شير هعمل لك فيديوهات و و و واديك نصايح، وما تعمل لي شير اقعد هنا اشرب لي كوباية القهوة والمزاج العالي ولا اعبرك. انا بقول لك الاخر يعني عشان
هبقى صريح معاك الحقيقه كده في امريكا، عبرني هعبرك، تعمل لي شير اعمل لك فيديوهات، مش تعمل لي شير ولا اعرفك ولا بص انت اصلا مش موجود. من الاخر يعني اهلا بيك مع البروفيسور كرم انيس استاذ اللغه الانجليزيه بالولايات المتحده الامريكيه. بحبكم بحبكم بحبكم. باي باي.